وللحديث عن الحرب على قطاع غزة ومآلات التصعيد الجاري، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور مأمون أبو عامر، ومن غزة الكاتب والباحث السياسي ناجي الضاظة. البداية ستكون معك دكتور مأمون، يعني لماذا يلجأ الاحتلال الصهيوني إلى هذه الحملة العسكرية في هذا الوقت بالتحديد، رغم علمه المسبق بإمكانية تكرار ما جرى في معركة سيف القدس التي حدثت آنفا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لأرواح شهدائنا الأبطال، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا البواسل، ونتمنى الأمن والسلامة لأبناء شعبنا في هذه الساعات العصيبة التي تعرض شعبنا لقصف عنيف ومن مدفعية وطائرات الاحتلال. طبعا هناك جريمة مكررة الاحتلال يقدم عليها دائما، لأنه لا يوجد في النظام الإقليمي ولا الدولي رادع لهذه السياسة في المقام الأول، وموازين القوى العسكرية طبيعة تسير لصالح الاحتلال. بالنسبة لمقارنة القوة، قوة المقاومة لقوة الاحتلال، طبعا في فارق في القوة. لكن لماذا الآن؟ نعم، هذا الفارق في القوة، يعني الاحتلال يعني مقيد وليس حرا في استخدامه، بسبب أن المقاومة لديها إمكانيات للفعل أو التأثير على جبهة العدو والاحتلال، وهذا مما يجبر الاحتلال على عدم يعني الانسياق بشكل دائم في استهداف قطاع غزة. وبالتالي متى يتحرك؟ يتحرك بحسب أجندة، يعني أحيانا قد تكون إقليمية وأحيانا قد تكون داخلية، مفاعيل سياسية في داخل المجتمع الإسرائيلي. نحن طبعا يعني في خضم أزمة داخلية سياسية في إسرائيل، وهنا هذه الحكومة جديدة، وهناك انتخابات بعد شهرين. هذه الانتخابات يعني أمام يعني يقودها طرفين متنافسين وبقوة، على رأس هذه الحملة من يمسك من رئاسة الوزراء رئيس وزراء جديد هو صحفي مدني لم يسبق أن يعني عايش الأزمات العسكرية ولا إدارة الحروب، وبالتالي هو يشكل هذا عجز في مكانته في الشارع الإسرائيلي مقابل المنافس الرئيسي نتنياهو، الذي عاشر عدة حروب يعني لوحده، يعني عندنا 2009 و 2012 و 2014 2021 كان نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية، هي كان على جولات متقطعة من القتال. وبالتالي هذا رئيس الوزراء الجديد يريد أن يقدم يعني يدخل معركة تحسب له، ورادها معركة سريعة وقصيرة، يرافق في ذلك يعني رئيس أركان جديد، رئيس أركان مغاد للموقع وهو بانتظار تعيين رئيس أركان جديد، وهو كان المقرر في الأيام الحالية أن يكون رئيس أركان جديد. ورئيس الأركان القديم الآن عندما يريد أن يغادر يريد أن يترك بصمة قوية على الساحة السياسية قبل أن يغادر، بإضافة إلى رئيس وزير دفاع هو أيضا يعني مندفع من أجل أن يثبت أنه يميل إلى القوة وإظهار الشدة أمام الطرف الفلسطيني. سأعود إليك دكتور مأمون، أنتقل بسؤالي الآن إلى الأستاذ ناجي الضاظة ضيفي من قطاع غزة. الآن هل يمكن أن تنجح سلطات الاحتلال في مساعيها لتحييد حركة حماس عن هذه المواجهة، وما مبررات هذا التكتيك الآن؟ هذا التكتيك يبدو أنه أدارته دوائر استخبارية إسرائيلية تهدف بشكل واضح إلى عدم الذهاب إلى مواجهة واسعة، لكن هذا التكتيك لا يخضع للإرادة الإسرائيلية. مشاركة حركة حماس ومستوى العمليات العسكرية تحددها غرفة العمليات المشتركة. البيان الذي أصدرته غرفة العمليات المشتركة في اليوم الأول أمس الجمعة كان واضح ويقف على رأس هذه الغرفة كتائب القسام، وكل الفصائل الفلسطينية قالت بشكل واضح أنهم موحدون في مواجهة الاحتلال. من المهم إدراك دائما أنه في التكتيكات العسكرية والأمنية لا يمكن استحضار التجارب السابقة بنفس الطريقة وبنفس الآلية، هناك تغيرات يفرضها الميدان
وفي تقديري أن هناك دراسة ميدانية لطبيعة العمليات العسكرية. الاحتلال استعد بشكل جيد لهذه المعركة، ولذلك من الحكمة لدى فصائل المقاومة أن تدرس الميدان بشكل جيد. كثافة الصواريخ لا تمثل اليوم بالنسبة للمقاومة بعد سيف القدس الخيار الاستراتيجي بقدر ما هو إيلام الاحتلال وتدفيع ثمن في مقابل جريمته. طبعا أستاذ ناجي، من جديد إليك دكتور مأمون، يعني في ضوء ما يجري كيف يمكن تقييم وجهة نظر إدارة بايدن من العملية الحالية وهذا الانزعاج من محاولات تصعيد التوتر في قطاع غزة؟ يعني الموقف الإدارة الأمريكية موقف غريب، يعني الغريب أن إسرائيل هي اللي بدأت العدوان، بعد ساعة فقط من العدوان الإسرائيلي أصدرت الإدارة الأمريكية تأييد للموقف الإسرائيلي ومن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسه، في حين أن المقاومة حتى المقاومة لم ترد في هذا الوقت، يعني قبل أن ترد المقاومة. وكأن الجانب الأمريكي يعني بسابقة هذه أنه سبق فعل المقاومة، المقاومة يعني كانت تبادر وكان الرد الأمريكي الداعم لإسرائيل كان يعني مفهوما. هذه المرة إسرائيل كانت الطرف المبادر. هذه المرة إسرائيل كانت المبادرة. كأن الإدارة الأمريكية الحالية هي إدارة التي يقول عنها تميل للسلام والليبرالية والديمقراطية، هي شريك كامل للجريمة التي أقدم عليها نفتالي لبيد، وبالتالي هذه يعني لها خلفيات يعني في حسابات سياسية، أن الإدارة الأمريكية تريد كانت تسعى إلى إعطاء كريدت لهذه الحكومة ودعم من أجل إظهار قوتها ونفوذها في مقابل منافس اليميني اللي هو زعيم نتنياهو، الذي هو لديه يعني احتكاكات أو يعني كراهية شخصية بينه وبين قيادة الحزب الديمقراطي، وبالتالي هم يريدوا دعم لبيد بأي طريقة كانت وتعزيز مكانته، وبالتالي هذا دعم يعني غير مسبوق في هذا الوضع. أعتقد أن يعني الإدارة الأمريكية شريكة في هذه الجريمة وتمت باتفاق معها بشكل كامل. يعني من جديد إليك أستاذ ناجي، يعني إلى أي مدى يمكن وضع الحرب حاليا في خانة صفقة معينة يعني مع إيران أو الضغط عليها في إطار مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي؟ أنا في تقديري لا علاقة بين العملية العسكرية المستمرة منذ الأمس على قطاع غزة بملف إقليمي في مستوى النووي الإيراني. هناك فصل واضح في هذه المسألة، الفاعلين والمؤثرين في كلا الملفين مختلفين، الأبعاد الاستراتيجية أيضا مختلفة. حالة الصراع مع الاحتلال هي حالة مستمرة مع المقاومة الفلسطينية، أحيانا تأتي على شكل تصعيد بحدود جولة عسكرية لعدة ساعات أو عدة أيام، أو حتى في مستوى حرب شاملة وتصعيد شامل تقود في كافة القوات العسكرية الإسرائيلية معركة. لكن في ضوء التطورات فيما يتعلق بالملف النووي ومطامح إسرائيل سيد ناجي، ألا يمكن أن يكون هناك رابط معين ما بين الحدث في غزة ومحاولة إعاقة أي إنجاز ممكن أن تطمع إليه إيران وتحاول إسرائيل أن تقف مثلا حائط صد ضد هذه المطامح مثلا، ألا يمكن القول بمثل هذا؟ أنا في الحقيقة أستبعد أي علاقة وأي ربط، خاصة وأن إيران غير مشتركة بشكل لا من قريب ولا من بعيد في هذه المعركة. صحيح أن هناك طموح وأحاديث متواترة منذ عدة سنوات حول تعدد الجبهات، هذا خيار مطروح لدى فصائل المقاومة ولدى محور المقاومة بشكل كامل. الاحتلال حاول منذ اليوم الأول الإشارة بأن سيد زياد النخالة متواجد في طهران، لكن هذه فيها إشارة فقط إلى دور الجمهورية الإسلامية في دعم المقاومة بعيدا عن أي تأثير مع الملف. سأعود إليك سيد ناجي، على أي حال ابقى معي. من جديد إليك دكتور مأمون، يعني ألا ترى أن هذا التوجه من قبل بعض الفصائل في فلسطين باتجاه إيران أفقدها جزءا من رصيدها وعمقها في الشارع العربي وأثر بالفعل على روح المقاومة الفلسطينية وربما شعبيتها؟ هو حقيقة في إشكالية موجودة في الخطاب وليس في الممارسة. يعني
المقاومة الفلسطينية مقاومة مستقلة، هي مقاومة فلسطينية تتحرك بأجندة فلسطينية ذاتية. يعني انظر ما حدث، هو يعني عدوان إسرائيلي. صحيح أن خلا في طهران قد يكون هناك مفاعيل يعني موجودة هنا أو هناك، يعني يمكن ما اتفقش كثير مع صديق الدكتور ناجي ضاضة، لكن في شغلة يعني قد تكون هذه يعني الموقف الإدارة الأمريكية المتسرع قد يكون جزء منه، أنه إعطاء الكريدت وضربة قوية من جانب إسرائيل للطرف الفلسطيني، وإعطاء شخصية يعني ورقة قوية لنفتلي لبيد وزير رئيس الوزراء. إذا ما أقدمت الإدارة الأمريكية في المرحلة القادمة على توقيع صفقة مع إيران، هذا سيشكل يعني تحتاج إلى موافقة إسرائيلية. الموافقة الإسرائيلية تحتاج إلى يعني أن يكون هناك شخص قريب من الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا يعني إذا كان نتنياهو موجود ستكون أزمة، لكن إذا كان لبيد سيكون متفهما، وهذا يحتاج إلى يعني تعضيد مكانته وتعزيز مكانته في الشارع الإسرائيلي وإعطائه صورة القوة. لكن هل هذا سينجح؟ يعني ربما يكون هذا تحليل يعني صائب أو في نوع من التكهن، لكن في يعني في مخاوف انه الاداره ما حدث في الاسبوع الاخير حول موضوع ايران، حتى تحدثت عن انها تراجعت عن اشتراطها بسحب بشطب الاداره الامريكيه لحرس الثوري الايراني من قائمه الارهاب، كانها في دفع للصفقه، وبالتالي لهذا تحتاج الى تحرك. واعتقد ان هذا الامر يعني قد يكون في له جانب من هذه الجوانب. هذا لكن المشكله نرجع لمشكله الفصائل. تفضل. الفصائل الفلسطينيه في خطا ترتكب الفصائل، يعني بعض الفصائل وبعض قيادات الفصائل، نعم، في يعني عدم يعني اخذ الحيطه والحذر في موضوع حساسيه الملف الايراني في الشارع الفلسطيني. يعني احيانا ضيق بعيش المواطن الفلسطيني احيانا ينسيه الضيق الذي يعيشه أخو يعني المواطن في سوريا أو في العراق أو في الساحل اللبنانية أو في اليمن، لأن يعني أحيانا بيكون الضغط القوي بيجعل الإنسان يتحدث نفسي ونفسي. قد يلوم المواطن العربي المواطن الفلسطيني، كيف تريد لنا أن نتذكر همومك ولا تتذكر همومنا؟ يعني على أساس القاعدة العامة أن الهم الفلسطيني هم طويل ويعيش في هذا الهم فترة طويلة ولا أحد يهب بنجدته. يعني هذا يعني أوجدت حالة يعني حالة يعني احتكار يعني في بعض عند البعض الفلسطيني، يعني في عنده احتكار المعاناة. نعم، هو المعاني الأول والوحيد في الأمة. نعم، لا يشعر بهذه النقطة، بالتالي أدى هذا إلى نوع من الأزمة. نعم، لكن بشكل آخر القاعدة العامة في الشعب في الشارع الفلسطيني، لو ذهبت وعملت استطلاع ستجد أن الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتعاطف مع الشعوب العربية في كليتها بشكل كبير وبشكل قوي، وترفض أي ألم أو معاناة يعانيها أي مواطن عربي. سعود إليك بسؤال أخير، ابقى معي سيد مأمون. من جديد إليك سيد ناجي، يعني ماذا عن باقي المناطق الفلسطينية؟ لماذا يريد الاحتلال إخراجها من معادلة الصراع؟ هذا طموح الاحتلال واستراتيجية الفصل بين الساحات الفلسطينية، ولكن من الواضح أن المقاومة الفلسطينية رسخت استراتيجية وقاعدة أساسية في معركة سيف القدس، أن وحدة الساحات الفلسطينية هو أحد أهم نقاط القوة في مواجهة الاحتلال. استنزاف الاحتلال في ساحات القدس والضفة والداخل المحتل بالإضافة إلى قطاع غزة، الوحدات العسكرية المقاتلة حتى وحدات الجيش داخل المدن المختلطة في اللد والرملة والنقب، هذا في تقديري أصبح أمر واقع وطبيعي، لكن يبدو أن ظروف الميدان هي التي تحكم هذه المسألة. يحاول الاحتلال وفي المقابل تدرك المقاومة أن الاستفراد بأي ساحة من الساحات هو نقطة عسكرية للاحتلال ولا يصب في صالح المقاومة الفلسطينية ولا في صالح الجهود التي تبذل للضغط على الاحتلال. صحيح أن الربط الكامل بين الساحات هو أمر لن تصل إليه الفصائل الفلسطينية، باعتبار أن حدث ما ربما يحدث في القدس
تتأثر بها ساحة الضفة أو قطاع غزة بشكل مباشر وكامل لم يحدث هذا حتى اللحظة، لكن الواضح أن تمثيل مثلا المقاومة العسكرية في قطاع غزة تعبر على أنها تمثل مقاومة الشعب الفلسطيني وليست مقاومة فصائل المسلح داخل قطاع غزة فقط. نعم، سأعود إليك بسؤال أخير بعد قليل سيد ناجي، ريثما أنتقل بالسؤال إلى ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور مأمون أبو عامر. يعني هناك دعوات غدا الأحد لصد عدوان عن المسجد الأقصى، ما أهمية مثل هذه الدعوات من أجل إعادة التضامن مع القضية الفلسطينية ككل وحدة واحدة؟ هو يعني الأقصى عنوان جامع وشامل لل يعني للكل الفلسطيني والعربي والإسلامي، يعني أصل الصراع في المنطقة حتى ما يعاني المواطن العربي في البلدان العربية والإسلامية هو بسبب هذا الصراع، يعني وبسبب يعني أن هذه الأنظمة الفاشية الموجودة في المنطقة هي تحمل نظام الصهيوني أو على الأقل تعطل حركة الجماهير العربية. وعند دعوات صد العدوان غدا؟ نعم، وبالتالي أن هذه الأنظمة يعني مشكلتها مشكلة شرعيتها في الشارع العربي هي أنها غير قادرة على نصرة الأمة نصرة فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية وتحرير المسجد الأقصى. إثارة الموضوع المسجد الأقصى هو عامل جامع للأمة، أعتقد أنه ربما يؤثر على ميزان يعني طبيعة المعركة غدا. نعم، إذا استمرت الأمور لا أعتقد أن يعني مفاعيل أو يعني خطوات أو ما يمكن أسميه يعني سير سلوك المعركة الحالي ربما يتغير. نعم، إذا حدث يعني العدوان على المسجد الأقصى ربما يعني غدا نشهد شيء مختلف تماما أكبر مما نشهده، ربما يعني تظهر عوامل جديدة في الميدان تغير صورة المعركة، ليست المعركة صورتها كما يحاول الاحتلال تصويرها أن هذه معركة ما بين الجهاد الإسلامي نعم. بدأت وحليف إيران وبين إسرائيل مع أن حقيقة المعركة الذين قتلوا الآن الشهداء الأطفال ليسوا جهاد الإسلامي ولا علاقة لهم بإيران، فهذه يعني دعاية مغرضة ومضللة، لكن يعني للأسف الشديد بعض يعني الأبواق بعض الشخصيات للأسف الشديد يعني تأثرت بالدعاية أو أنها يعني تتفاعل مع هذه الدعاية ظلما وجهلا في يعني في بعض الأحيان، لكن هذه عندما تكون العنوان هو المسجد الأقصى فلا أحد يستطيع أن يتهرب من مسؤوليته في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن مشروعيتها. إليك الآن أستاذ ناجي، يعني مع هذا العدد من الضحايا الفلسطينيين وعملية الاغتيال، هل تتوقع أن تتدحرج العملية العسكرية إلى حرب أوسع ونكون أمام سيناريو مشابه لسيناريو سيف القدس مثلا؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد الكاتب والباحث السياسي السيد ناجي الضاضة. أتحول إليك بالسؤال ذاته دكتور مأمون، يعني مثلا هذه الأحداث المتسارعة هل تتخيل مثلا إمكانية أن تتدحرج بحيث مثلا تتوسع ونكون أمام سيناريو يشبه سيف القدس؟ نعم، كما قلت يعني هو سيف القدس انطلقت بسبب مسيرة الأعلام في على اتجاه المسجد الأقصى، واعتقد ان يوم 9 اب اللي هو غدا الاحد مسيره نعم. امناء الهيكل وهذه مسيره يعني ربما تكون يعني شراره يعني صب الزيت على النار، ربما يعني اكيد وليس ربما يعني نعم. يعني لن يمر غدا كما مر اليوم اذا اقتحم بن كفير المسجد الأقصى هو وعصابته، سيكون هناك سيف قدس 2. نعم، وهذا سيف قدس 2 ليست منوطة فقط بمواجهة عسكرية بل ستكون منوطة بحراك شعبي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل 48، ستشمل جميع الساحات الفلسطينية، وهذا سيكون له تأثير على الساحة العربية والإسلامية وضغط أكبر
ربما يعني التصعيد هذا سيدفع كثيرين من الصراع بالتدخل من أجل وقف إطلاق النار وتهدئة المشهد، لأن الأمر يعني سيخرج عن السيطرة بشكل كبير. الكاتب والباحث السياسي الدكتور مأمون أبو عامر ضيف بانوراما الرافدين، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. حياكم.